السلام عليكم وأعظم الله أجوركم. هنالك إشكال مفاده لماذا تحبون الحزن وتتفاعلون معه دون الأفراح، وكلاهما لأهل البيت عليهم السلام. في الولادات لدينا شعائر فقهية نلتزم بها، ولكن شعورنا بالحزن تعبير فطري يؤثر في حركة التاريخ وصناعة السعادة للبشرية. فعندما أفرح أشبع رغبتي، فماذا يصنع شعور الفرح في التاريخ البشري بهذه الحالة؟ أما في عاشوراء فإن حزننا ليس شخصياً وبكاءنا ليس لفقد شخصي، إنما هو الحزن الموقظ لحياء البشرية التي يجب عليها أن تندم لخذلانها لأولياء الله تعالى. ولأن عاشوراء ليست حدثاً شخصياً، إنما هو حدث ملحمي عظيم مؤثر على كل حركة للسعادة البشرية، لذا نحن نحزن ونعلن عن ذلك من أجل سعادة البشرية، لأن الناس إن لم يحيوا ذكر من ضحى من أجل سعادتهم فإنهم لن ينالوا السعادة.